انا عايز اروح لدكتور هشام بساله يمكن السؤال الاولي. اتفضل. هو استخدامات المنصات والانترنت وما الى ذلك، هل فيها شيء من الادمان؟ يعني البعض لا يستطيع الاستغناء عنها؟ زي اي حاجه في الدنيا، في ناس بتستخدمها استخدام سليم واستخدام معقول، في ناس بيصل معاها هذا الاستخدام الى حد انه اصبح يسيطر على حياتها ولا يمكنها الاستغناء عنه. لدرجة ان احنا عملنا دراسة في عين شمس وجدنا ان الشباب اللي هم من عمر 15 ل 18 حوالي 34% كانت بالظبط بيعانوا من اعراض انسحاب لو امتنعوا عن الجلوس على الانترنت. اعراض انسحاب في صورة توتر، irritability بيسموها، يعني توتر وسهولة في الاستثارة، عدم قدرة على التركيز في شيء اخر، اصبح كل محور تفكيرهم متى ساعود الى استخدام هذه الاداة. دي بالظبط هي اعراض الانسحاب من اي ماده ادمانيه اخرى. هل ده حاجه منتشره قوي كده؟ لا، الحقيقه من رحمه ربنا انها مش كده، ولكن لقينا برضو في دراساتنا حاجه مهمه جدا اسمها fear of missing out، او ما يطلق عليها ان انا بقى عندي بقى منظومه فكريه ان انا لازم دائما انا اونلاين، لا يكون حاجه حصلت انا ما خدتش بالي منها، لا الناس هتتكلم عليها انا مش هبقى عارفها، ولو مش موجود على الاونلاين عندي توتر وعندي قلق، وفي بعض الناس بيبقى فيه ضربات قلب سريعه وعرق، وده اللي احنا لقيناه الحقيقه.